حققت قناة السويس أعلى إيراد سنوي مالي في تاريخها في العام المالي 2022-2023، حيث وصل نحو 9.4 مليار دولار، وأكبر حمولات صافية سنوية وصلت ل 1.5 مليار طن. هذا ما أعلنه الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس على هامش المؤتمر الصحفي الذي عقدته الهيئة بنطاق مشروع تطوير القطاع الجنوبية للقناة بمحافظة السويس. لو بصينا كده في 2019-2020 احنا حققنا 5 مليار و700 مليون، في 2021 حققنا 5 مليار 800 مليون، في 21-22 حققنا 7 مليار دولار سنة مالية، بتكلم عن سنة مالية. السنة دي في السنة المالية دي محققين 9 مليار و400 مليون دولار. ال 9 مليار و400 دول بزياده 35% على السنه اللي فاتت. انا برضو باكد واقول ان لو ما فيش نجاحات متراكمه على بعض، ما فيش خدمه بتقدم كويس، انا ما اوصلش للرقم ده طبعا، لا يمكن يوصل. اوصل زي السنه اللي فاتت، اوصل زي السنه اللي قبليها، اقول الحمد لله ان احنا في الحرب الروسيه الاوكرانيه ده الضخم الموجود والكساد اللي موجود، وقبل كده مرينا على كورونا، وقبل كده مرينا على جائحه المركب ايفر جيفن، قعد 6 ايام ما فيش مراكب بتعدي في قناه السويس، وكنا بنخسر الحصاد اليومي، لكن الحمد لله لاول مره في تاريخ القناه ان احنا نحقق 9 مليار و400 مليون. بنوعدكم ان شاء الله ان احنا في كل سنه زي ما احنا شفنا كده هنتقدم، برضو ان شاء الله احنا الطموح عندنا ما بيقفش، ملوش حدود. كما أكد ربيع أن معدلات تنفيذ مشروع القطاع الجنوبي تمضي بخطى ثابتة وفق الجدول الزمني، وأن هذا المشروع يحظى بدعم من الرئيس عبد الفتاح السيسي، كما أن العمل على توسيع المنطقة الجنوبية لا تؤثر على حركة الملاحة في المجرى الملاحي. الشريان الملاحي اللي احنا متواجدين فيه في قناة السويس ده لازم يكون آمن وقاعدة مستدامة للصناعة، ودي اهم حاجه عندنا، يمكن دي في سياستنا ان هي المجرى الملاحي لقناه السويس مجرى ملاحي امن، وعشان كده عمليه الامن في المجرى الملاحي بتاخد مننا يمكن مجهود كبير، وبتاخد عندنا دراسه كتير، وبتاخد مننا متابعه كبيره جدا علشان نتاكد ان كل مركب بتاخد الخدمه بتاعتها المظبوطه اللي تخليها تعبر قناه السويس امنه في 11 ساعه. فبرضه احنا الرساله بتاعتنا اللي هي الحفاظ على التدفق الامن زي ما احنا نقوله مستدام لحركه التجاره العالميه كمان، مش بنتكلم بس على ان كل مركب تعدي، لا ده احنا بنتكلم على حركه التجاره العالميه، احنا بنمثل 12% بيعبروا في قناه السويس من التجاره العالميه بالكامل، وده على فكره رقم كبير، مع ان احنا بنقدم برضه مظله متكامله من الحلول التكنولوجيه والمعدات والخدمات اللوجستيه لكل السفن اللي بتعبر قناه السويس. كما أشار ربيع أن استراتيجية تطوير الهيئة 2030 تصبو إلى تنويع مصادر الدخل وعدم الاقتصار على رسوم عبور القناة من خلال خطة طموحة قصيرة ومتوسطة الأجل لجذب العملة الصعبة من خلال الدخول في مجالات عمل جديدة أبرزها وضع مصر على الخريطة العالمية لسياحة اليخوت. جهود حثيثة تقوم بها هيئة قناة السويس، فما بين تطوير المجرى الملاحي وتطوير العديد من المشروعات القومية الضخمة وتوفير الأمن والحماية للسفن العابرة، فضلا عن العمل على تعظيم الاستفادة من أصول الهيئة، تبقى قناة السويس هي المجرى الملاحي الأهم في العالم. أمل صبري، التلفزيون المصري.